بسم الله الرحمن الرحيم. أبو العيون عبد السلام من المغاربة العالم، واليوم حسن الشرف باش نكون في الدار البيضاء مع الإخوان الصحافة مع فهد ندوة المبارك، وهضرنا على عدد النقاط على حسب الرياضة أبينا كمبتكر مغربية. وكنظن هذا الشرف لينا، الشرف كل المغاربة باش نسمعوا واحد الرياضة المغربية مبتكر مغربية. ومن هذا المنبر كنطلبوا سيدنا نصره الله الرياضي الأول محمد السادس الله ينصره، وباش ان شاء الله هذه الرياضه تكون بحال رياضات اخرى، تكون عندها الجامعه الملكيه المغربيه للرياضات ابيناكا باحث في التراث وكمنشط اعلامي. ارتئينا مع مؤسسه باش تنظم هذا اللقاء الاعلامي، هذه الندوه الصحفيه على رياضه ابيناكا للتعريف على ما هي رياضه ابيناكا، هي المعايير ديالها، اشنو المشاكل ديالها، علاش ما ارتأتش سنوات ودخلت المغرب من ابتكار انه ابتكار مغربي. السي عبد السلام بولعيون من مغاربة العالم، وطلبنا منه من مدينة الناظور باش يحضر مدينة الدار البيضاء ويعطينا تعريف لكل المنابر الإعلامية لهذه المناسبة. كنشكرهم لانهم فعلا صبحوا بكل صراحة في 2023، كنقولها واخا انا واحد منهم، صبحوا منابر يستحقون كلمة السلطة الرابعة. للتعريف بهذه الرياضة، فالسي عبد السلام بولعيون اجتهد وعطانا هذا الابتكار، هو ابتكار مغربي، وكما دعا عليه صاحب الجلالة في الرياضة ديال المناظرة ديال الرياضات، دعا الابتكار تشجيع الرياضات الجديدة والمبتكرة، وبقي الآن كيطرق الأبواب باش يوصل لهاد الجامعة اللي باش يحط البصمة ديالو بهذا الابتكار المغربي، لأن عندنا جامعات هنا في المغرب ولكن للأسف الشديد يحملون رياضات اللي هي ابتكار أجنبي، لأن بحال التيكواندو بحال واحد مجموعة من الرياضات ماشي ابتكار مغربي. وللأسف علاش ما يكونش احنا عندنا مادام كما شفتوا المنتخب المغربي ولا اللي سبقهم البطل العالمي سعيد عويطة ولا هو المتوكيل وعدد منهم كذلك في البوكس وفي مجموعة من الرياضات رفعوا العلم المغربي فهاد النجومية فهاد الوصول للمجموعة ديال ليميداي وصلوا للكؤوس، وشتو المنتخب المغربي اشنو صنع في قطر، فهاد شيء فرح المغاربة، فرح صاحب جلالة، فرح حتى الدول العربية الشقيقة باش يكون عندنا المغرب في واحد مستوى راقي. لهذا كنتمناو من المنابر الإعلامية باش تكون تزيد واحد الدفعة قوية بالخطابة ديالها بالكتابة ديالها باش تشجع الرياضة تخرج للعالمية بسميتو بوجود جامعة ملكية مغربية. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.